منذ الاقتراب عيد الأضحى المبارك تخلله قلق كبير وسط مربي المواشي، خوف مما أسموه إشاعة إصابة الأضاحي بالمرض مثل ما حدث السنة الماضية. يديروا فيه المرض، هذه ضربة تاع المرض. يكتلوا في الموالة، الموالة راهم كاتلينه، الموالة راهم يقاسوا. هذا العلوش تاع 38 هذا عام هو يربي فيه، يشريه ب 3 ملايين ويقعد يربي فيه يربي فيه، ونهار يلحق العيد يبيعوا يكتلوا له الضربة تاع السومة هذه. الموالة راهم يقاسوا، ادخل للسوق وشوف، السوق راه باطل. قال لي السنة يعيد. مربو المواشي بالجلف نفوا هذا المرض، معتبرين إياه إشاعة قصد تحطيم أسعار الأضاحي. يبارك المرة صافي، فهمتني؟ لا مرض، لا دعايات، لا مدروا في حكاية المرض، ما كاش منها. احنا ما عدناش هنا المرض إلا في جلفة، فهمتني؟ يا بطول السوق، يا بطول بياطيرة، يشوفونا السوق. جلفة يعني من بكري معروف باللي مليح، وخاصة حق راهم خاصين يعني ولاية الجلفة اليوم الوطني للكبش، يعني معروفين ولادنا تقريبا بالكبش المليح بعد ولاد جلال. احنا جينا من قسنطينه، الناس هنا من بات زيريه عادوا يجيو هنا ويشريوا منا، عادوا يغليوا لهم، فهمتني؟ هذا هو اللي يغليوا الغاشي هما هنا. زرقة أضاحي العيد بعد الذبح انتشرت بكثرة السنة الماضية، لكن المولون ومربي المواشي بالجلفة اعتبروها عادية، خصوصا مع ارتفاع درجات الحرارة التي قد تكون سببا في هذه الظاهرة.